واحد، السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نناقش معكم الكورسات العربية للربح من الانترنت. واش هاد الكورسات دات منفعة او لا؟ غير هضره خاوية. غادي نناقشوا ايضا كورس ديال سيمو لايف، وغادي نقارنه مع مجموعة ديال الكورسات. غادي نشوف زعما لي بوان فور ديالو، لي بوان فيبل ديالو، واش يستحق الثمن ديالو، شنو فيه مزيان شنو فيه خايب. وغادي نقارنه مع مجموعه ديال الكورسات اللي انا بصراحه اقتنيتها. كاين اللي استفدت منها، كاين اللي غير المهم بحال صدقت عليه ديك الفلوس وصافي. غادي نبداو مثلا نبداو بالكورس ديال سيمو لايف. مثلا كيما شفنا غنشوفو ببارتي بارتي. مثلا ندخلو ما هو جوجل ادسنس ايرور. يلا ندخلو ما هو جوجل ادسنس، وغادي نجيو هنا. هنا قالك شنو هو اللعيبات. هنا كي يقول لينا شنو هو جوجل ادسنس. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه السلسلة غير مشهور. المهم هنا كيعاود لينا على السيتات، كما رأيت إعلان بعض السيتات اللي كيربحو من أدسنس، فين كيحطو الإعلانات وشنو الأغلبية ديال هاد الاختصاصات ديالهم وكذا وكذا. كيعاود لينا ابخي. غادي نشوفو تجربتي الشخصية مع جوجل أدسنس. هنا عاود لينا التجربة ديالو مع جوجل أدسنس. قالك راه جوجل ادز بدات الخدمه ديالها، قالت ملي وصلت 17 عام وجدت شركه تقدم لي شركه تنظيم بدا معاك هذاك هذاك. عاود لنا القصه ديالو كيفاش بدا الربح ديالو. المهم حنا غنمشيو مع هذاك الشيء كيما بغانا هو. ابخي غنجيو التجارب وناس نجحت. المهم حنا غادي نمشيو للمهم في هاد الشيء اللي بغيتو تعرفو نتوما. مثلا انواع المواقع التي يقدم جوجل ادسنس. جو كخوا هذا راه باقي ما طلقوش على ما اظن. لا موجود. باقي ما كاملش هذا الفيديو مخلصيت من 12 يوم ان شاء الله. المهم عاود لينا على بعض المواقع كذا كذا كذا. باقي ما كاملش هاد البارتي هادي. غادي نجيو تاني مثلا امثله لمواقع ناجحه تربح من جوجل ادسنس. ندخلوا ليها ونشوفوا ما هادشي. قال لك تقارير امثله للمواقع الناجحه. هنا عطانا مجموعه ديال السيت ويب اللي ناجحين. ابخي نرجعو تاني للهوم. عندو بروبليم كل خايف. غادي نشوفو هذه مقارنة بين الربح من ادسنس والربح من الافيليت. هنا عطانا واحد المقارنة شنو هنا السي بي اي كذا كذا، كيفاش كتربح من هادي، شنو كدير، العروض اللي كتستعمل. وبخير نرجعو نشوفو كيفية جلب الزوار من الالف الى الياء. شوف هنا على جدواه كيف يجيب الزوار. سلسلة أسرار أدسنس ب16 فصل مع سيمو لايف. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى كيفية جلب الزوار، يعني كيفية جلب الترافيك. سوف نتطرق إلى طرق مجانية لفعل ذلك وكذلك طرق مدفوعة. وكما قلنا بدون زوار لا توجد أرباح. يعني نضربوا شوية لا فيديو نشوفوا واش كيدوي. مثلا نشوف الروابط لا تضع في سيدتي. هذا تزداد 20 الأكثر أن تحاول أن تطور عدد كما كتشوف هنا كيعطينا كما حددتك يعني هذه الخدمات نجيبوا منها الزوار. حك لا تضع اعلان دون اي ربح. اذا
سوف نكتب عليها ومر لمرحلة موالية. يعني إن لم أكن نشوفوا اخرى بارتي، مثلا نشوفوا تجربتي مع التميز في محركات البحث. مزيان تجربتي مع تطوير تجربة مع السيو، العنوان ديسكريبشن الشيء. نشوفوا لا فيديو احسن. السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة اسرار ادسنس 16 مع سيمولاي. في هذا الفيديو سوف نتطرق الى كيف صفحتك واضافتك الى محركات البحث. أن تضغط على اوبتمايزيشن اهم شيء. المهم كما كتشوفوا هذا هو الكورس. هذا لما قال في الباج ديالو قال لك ابخي 15 يوم جو كخوا ولا 10 ايام غادي يدير البث مباشر وغادي يناقش معكم الكورس اللي عدو. هذا على حسب ما قال، يعني لا طبقها راه غادي تكون بون فور الكورس ديالو. غادي دابا نشوفو الهضره ديال الناس على هذا الكورس. واخا اي كورس تقريبا راه كيدير كلشي كتكون عليه الهضره. غادي نشوفو واش هو خونا هذا تا هو ولا شنو كيقول. ما دار علم مزيان، علاش ادسنس؟ انا نعطيك اسرع ادسنس في التيشيرت. خو الصوت ما كيتسمعش مزيان. المهم شوفو اوت هذا تا هو. خوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جيت بغيت ندير هذا الفيديو هذايا، بغيت نوجد نهضرو فريش الباج طلع مزيان. خوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادخل نقرا ديك النهار ما بنادم كيهضر وني بيا ما هضرش اصاحبي كاع ديك الساعه ما في الفيسبوك، ما هضرتش على الفيسبوك. هذه طريقه ممكن نقول بدائيه. شحال شنو هما عدد المنافسين؟ اكبر داكشي ما شرحتي والو في الكيورد. كاينين دي سيت وكاين بزاف ديال السيرفيس، المهم ما شرحتيش لذاك. المهم هذا الراي ديالو. نشوف هاد خونا مخبي وجهو تا هو مصور راسو بالظلمه وما عرفش داكشي. هذا الهضره الخو الخاو هاد خونا. هنا الرد ديالو على هاد الناس. هاد السيت هذا بان ليا انتشر بزاف في الفيسبوك. كيقول لك راه كيبيع الاجانب واحد الثمن جو كخوا الصور رشهم عدو في الصفحه العرض صفحه العرض ديالو. قال لك احنا راه باع لينا بثمن غالي، احنا عرب زعما بحال هو ماشي عربي كذا وباع لهم هو بثمن رخيص كذا كذا. كما كتشوفوا الكورس ديال 47 دولار، ولكن كنقول لكم راه هاد الكورس راه ماشي هو نفسه اسرار ادسنس، يعني راه ماشي مترجم ماشي والو. هذا كيدوي على الفوركس، كيدوي على تجربتي مع الفوركس تاع هاد الطرادات التخربيق. المهم ولكن راه ما كيدويش على ادسنس، يعني خصك تفرقو. يعني هو حر في البيع ديالو بالثمن اللي بغا. بقاو نشوفو هاد الفيديو ديالو هو بعد ما الباحث راه حاط بزاف واحد الناس حاقو واحد الناس ما تصدموا، يعني العربية اللغة تصدموا، يعني جاتو صدمة كيفاش هذا باع 390. صدمة كانت قوية. ما كنديرش نتائج بحال هكا وكان خاصني ندير أكثر منها. وكاش يعني أشباه الرجال، علاش كنسميهم أشباه الرجال؟ المهم ناض كد واحد لاباج هذاك العنوان اللي شفتو اليوم الصباح. السيد اللي معايا بلوكا نسخ ولاصق المنتج. كاين اليوم الحمد لله. المهم هو اللي نديرو بغيتي تشوفو الهضره ديالو كامله وبغيتي تعرفو شنو بغا يقول. خونا تا هو داير العيا. هذا هادي الهضره اللي قال في الباج ديالو. قال لك السي هذا وصل واحد الميساج كيقول لي راه هاد المنتج رائع على حسب ما شفنا في الباج عدو. بالنسبه لي راه ممكن اخي الكورس اكثر من راس اكثر من راس. زيد ثاني يجي كومونتي على كون يجي كون يجي غير راس راس ديكون لايبات. المهم غادي نرجعو السي وغادي نقارنو مع لي كورس الاخرين.
راه تقريبا يعني ما غاديش نقول لكم هو اقل او لا هو اكثر، غادي نخليكم نتوما تقارنوا. غادي نشوفوا اول حاجه، غادي نبداو كما كتشوفوا انا اقتنيت بزاف ديال الكورسات، حوالي شي 12 ولا 13 كورس. المهم غادي نوريكم شي دابا انا جوج اربعه خمسه او سته الكتاب، وهو ديال السيمولايف سبعه. المهم غادي نبداو بسر جامع الامواج. خو راك عرفتوا هاد الكورس هذا كان مداير 300 دولار، هاد الملفات هادو هاد جوج ملفات هادو مدايرين 300 دولار. يعني السي محمد راه مجمع غير الفم. هما لي فيديو اللي تخربق اللي داير، ها هو قال لك يعلمك كيفاش تصاوب بلوك مزيان، كيفاش ايديتي يور بلوك تومبليت مزيان السي مزيان. قال لك بازيك تاع 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 تخربق، نرجعو تاني. قال لك التولز ريسورس نقلبو يلا. يعني كما كتلاحظوا الكورسات كاملين طاقين علينا، ولكن المهم اي كورس خصك تعرف اي كورس فيه واحد بحال فيه واحد بحال واحد النقطه مضويه، هذيك هي اللي كناخذوها من الكورس وكتنفعنا في التسويق ديالنا وفي الربح ديالنا. غنشوفوا الكورس الثاني، هذا الكورس اشتهر بزاف ودار بوم بلا بوم. هذا ثروه غير عاديه، هاد الثروة غير عادية السي محمد، راه تشوفها قدامك، راه داير 185 دولار، وخاصك شي 10 ايام جوج خوا باش يوصلك للدار. هاهما نتوما كيما كتشوفو، ها لادسنس اشرح فيه لادسنس، فيديو واحد ديال لادسنس كيفاش تسجل في لادسنس، ها لادوورد، لادوورد كوبونات، البلوغر، جيمال، جيمال جروب. اغلبية نقولك في هاد الثروة غير عادية شنو اشرح. صراحه اخويا هذوك الجروبات ديال جوجل، قالك راك ربح منهم فلوس صحيحه وكذا وراك هذا وكذا وكذا. انا لحد الان ما عمري ما شفت شي واحد كيسوق بهذيك التسويق ديال الجروبات. شكون بقى كيسوق بالجروبات ديال جوجل الجروبات ديال الياهو؟ تخربيق داكشي يا صاحبي، وباش راه كطالق علينا هذا. ولكن المهم تقدر تربح، الله اعلم. اما كما كتشوفوا هذا الووردبريس، شرح لكم جوج تخربيقات الووردبريس. نشوف لكم هذا الجروب، ندير كتاب غادي نرجعوا غادي نوريكم داك الكتاب المطبوع. هنا كنلقاو مثلا لي زارتيكل، شحال ديال لي زارتيكل، بزاف لي زارتيكل. بعدا عطيك تات 100 ألف ارتيكل، هنا عطيك لي برودوي البروديكشن التخربيق اللي بغيتي ترفعهم. عطيك نشوف، اعطيك هنا واحد المجموعه ديال الماي ليست الا بغيتي بغيتي تسوق ليها. وهذاك الكتاب المطبوع انا سكاني جدو كامل 500 باج، سكانيتو ها هو قدامكم. الزبده هو ثقيل باش الله يطلع، صبروا بلاتي تيطلع. المهم هذا هو كورس ثروه غير عاديه اللي فاضحين النبي، ها هو في 500 باج او مسكاني كامل. قال لك كورس ثروه غير عاديه محمد عبد الوهاب، بسم الله سير محتويات. قال لك اعرف دورك والا اخترنا. هذا راه فيه دي بارتي هنايا، هذه هي البارتي الاولى. هذا دواعي شي تخربيق ماشي شي حاجه، نشوفوا ولكن شي بارتي ثانيه. البارتي الثانيه فين كاع؟ يعني بصراحة ما هو ما يستحقش الثمن بزاف، 185 دولار. يعني شو نقول لك، يعني واحد متوسط يكتب هاد المعلومات كاملين بصراحة هادو يكونوا مجانا، والله الا يكونوا مجانا زعما ماشي ديال شي حاجة قوية في النشر ولا شي لعيبة ولا غادي تبيع بهداك الثمن. ما سي با غراف، بقيتي على من ضحك اخي. المهم نشوفو الكورس الثالث اللي هو كورس باور ماس. هاد الكورس ما بيه تا هو، المهم تشوفو تا هو على عينيكم.
ندخلوا لي فيديو، ندخلوا ل او باور ماس. هنا كتلقى اختيار كلمات المفتاحيه، هنا كتلقى البلوغر التطبيق السيو الافيليت ادسنس. نبداو بالكيورد، هنا كتلقى ندير فيديو وندير معاه كتاب، هكا الشيء اللي شرحوا في الفيديو كيعاودوا في الكتاب. هذه طريقه مزيانه حتى هي بالنسبه لواحد ما فيه ما يبقى متبع معاك في الفيديو، ولما فيه ما يقرا ولا شي لعيبات يعاونك. هنا دير السيو، المهم نرجعوا هذا الكتاب هذا ديال الكيوردز، استراتيجية القناص في تحليل ودراسة السوق، هنا تحديد المجال لين التفق شريحة، هذا الشيء خربا هذا الاشتراطات، هذا الشيء فهمتي. المهم ترى حنا دابا كنزربو في القراية، ولكن الا شديتي وطحنتي بصفحة صفحة وكل حاجة كتقراها كطبقي، يعني تقدر تجيب اللعيبة. راه كيما قلت لكم راه اي كورس راه فيه واحد النقطه بيضاء راه هي اللي كناخذوها منه. عندك هنا السيو مثلا بلوغر سيو، هنا شرح بلوغر سيو، هنا اوف بيت اون بيج ووردبريس سيو شرح التطبيق. شوف هذا الميل شنو فيه، صافي دانا مصباح اي الله يعني. هنا شرح لنا الافيليت، هذيك الاف جون ها هنا دايره فيديو كيفاش تسجل، بعض الطرق كيفاش تنشر بها، كيفاش تحمي الروابط، هادشي اللي شرحو هاد الساعة. المهم مزيانين. هنا ادسنس كذلك كيما لي كورس الاخرين، عطاكم واحد البونيس، عطاكم 12 نيت اللي غادي تقدروا تخدموا فيه، بحال هاد لي نيت هادو، هادو تقدر تدفعهم في السيت ديالك وكذا بحال هكا. شنو غادي دير انت؟ غادي تبدل غير حسابك في ادسنس باش يجي الارباح لك انت، هذا ما كاين. مزيان الا كان عندك الزوار تستافد من هاد اللعيبه هادي، وتخدم شويه بلاك سي في واللعيبات، ولكن حضر راسك لي. المهم عاطي هنا مجموعه ديال اللوجيسيريات اللي يقدروا ينفعوك كما كتشوفوا هنايا، مجموعه ديال اللوجيسيريات. هنا المدفوع هادو، هاد اغلبيه تقريبا كلشي مدفوع هنايا، عطاكم فابور. غادي ندوزو لكورس اخر اللي هو كورس ارباحنا، هادو بعض الفيديوهات اللي بقاو منو، واحد دابا حنا نتفرجو في واحد الفيديو، واحد لابارتي من كورس ارباحنا اللي هو كندير، اللي هو دابا اصلا داير 97 دولار. بس اذا انا اشرح لك ازاي تقدر تبيع منتج على الانترنت، سواء بل كنشرح لك كيفاش تبيع منتج على الانترنت، يعني كيفاش تسوق لي، غنشوف شنو غادي يستعمل. كوميشنز تمام كده كسبان ده ايونتشيوا تقريبا اسمه ايونتشيوا. هنا شنو قال لك؟ قال لك السيمي اللي بغيتي تبيع مثلا تقدر تعطيهم واحد واحد الهديه، واحد الفري جيفت تعطيها مثلا لهذوك الزوار ديال المود ديال الباج ديالك، تعطيهم السيت، تعطيهم مثلا كتاب، انت مثلا غادي تربح معاه 30 دولار ولا 40 دولار، تعطيه كاس كتاب مثلا ب 12 دولار، وبقات عندك الربح تاع 20 دولار، وانت رابح في جميع الاحوال، وهذاك اللي شراته هو رابح، كان ياخذ واحد الدقه يتزوج. هادشي هو الفكره ديالو. نشوفو تاني دلوقتي فين 12 دولار، يلا من اللي بدا هو يشرح بهذيك 12 دولار الكتاب، الفلوس دي مش هت 200 دولار تسوق المنتج الواحد، بعديها تبعت له حاجه. ترى قلت لكم راه كاع الكورسات راه ديال العصا، راه قلت لكم ما فيهم نقطه بيضاء. هذا كورس ارباحي جو كخوا، واخا كورس ارباحي ندخلوا لشي فيديو فيه، ها هو طلع لا فيديو، نشوفوا هاد الارباحي تا هو شنو فيه. يلا سير طلعنا، تلقى هاتي راه كيشرح لك باللعيبات. هل سمعت عن جوجل؟ عن جوجل دخلنا لك والله واش كتضحك عليا. جوجل لديها خدمة إعلانية أشهر من النار على علم، إنها جوجل أدور. يا سلام إفادة، قالك أو كاتب لتحت أرباحي دوت كوم أول برنامج تدريبي من نوعه في الوطن العربي. يا سلام يا سلام، مفتاح جنة بو. أرباح على كل نقرة حوالي 19 وسطيين سيرس، 100 نقره ب 19 دولار. قال لك الا جبتي غير 100 نقره راه 19 دولار، ولا جبتي 1000 راه 190. هذه جبالي باك.